السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في ورشة جديدة من أو أول ورشة من ورش كورس الفو أو ايون فو. هنتكلم النهاردة على شوية حاجات بسيطة من اللي اتعلمناه قبل كده. يعني أنا جبت الصورة دي من جوجل. طبعا في حاجات بسيطة قوي، عبارة عن صخرة و ايكو سيستم وبلانيت وسكاي. طبعا مش هدفنا نطلع بالكربون، لكن هنتكلم او السين بتاعنا تطلع بالمنظر ده كده. تعال اول حاجة عشان نشتغل نحط في التوب فيو، احط ترين عادي خالص، تمام، بالمنظر ده كده، واوديه هنا كده بالشكل ده. ممكن ان انا اعمل له ستريتش بالمنظر. طبعا انا عملت من هنا، لو عملت من هنا بيعمله لي ارتفاع خلاص بالشكل ده كده او بالمنظر ده كده، ونحطه هنا كده او نقربه. نيجي بعد كده للكاميرا مثلا، وارفع الكاميرا بتاعتي طبعا على حسب الانجل اللي انا عايزه او اللي انا هاخده. لو خدنا بالنا في الصورة هنلاقي ان الجبل لافف او واخد زاوية 45 او اقل شوية، طبعا هي هنا بالحجم الاكبر. هنروح للترين ده بالشكل ده كده بالمنظر ده، نجيبه هنا ايوه، وهلفه بس لفة بسيطة او زاوية بس. طبعا هو انا كده لفه غلط، هلفه من هنا احسن، تمام، بالشكل ده كده او بالمنظر ده كده. دبل كليك عشان نروح هنا ونطلع الكاميرا فوق شوية بالشكل. نروح بعد كده دبل كليك للترين نفسه، نشيل الفرش دي ونخليه واير فريمد، تمام، ونيجي للماونتين، نضغط على ماونتين بحيث ناخد جيومتري مختلف او ناخد شكل مختلف. بعد كده تعالوا بس مؤقتا نضغط هنا ونشوف الكاميرا او الزاوية فين. انا عايز اشتغل فعلا من الزاوية دي كده، تمام، بالشكل ده. ارجع تاني، يبقى انا هنا، انا كده مكاني صح. كل انا عايز اعمله ان انا كنترول زد، اسف، انا شغال على الماتيريالز، انا شغال على الماتيريالز. طب انا شغال على طيب نروح للسكلابتنج، لا مش عايز. طبعا بيقول لي سايف البراش، بقول لا مش عايز سايفها، ونضغط على ريز خلاص، و نضغط كده نحاول ان احنا نرفع الجبل من ناحية، من الناحية دي مثلا كده، تمام، بالشكل ده. طبعا حسب ما تحب، يعني انت حسب ما انت حابب وحسب ما انت عايز. هو كده اترفع من ناحية، عايز انزله من الناحية التانية، هعمل انفرت لنفس البراش، تمام كده مثلا من الناحية، مثلا حاجة بالشكل ده، اقوم جاي عامل اوكي خلاص، بقى واخد عندي الانحدار تقريبا اللي انا او اللي احنا شفناه في الصورة او قريب من اللي احنا شفناه في الصورة. طبعا ما تاخدش الصورة بالكربون او ما تبقاش عايز تطلع الحاجة بالكربون، حاول توصل لأقل محاكاة ليها او اكتر محاكاة ليها. ممكن على الشكل ده ممكن ان انا نجرب مثلا ان احنا نحط ايرودد كانيون، ممكن كانيون، تمام، بس كانيون مش هتديني اللي انا عايزه. ممكن ان احنا نحط فلتر او نشتغل بفانكشن خلاص، وليكن مثلا انا عايز اقول له بريفيو، هضغط على كليك اديت فلتر واجرب احط هنا بوينت. البوينت دي هخليها بيزير، تمام، بالمنظر ده كده،
طبعا لو عملت اوكي هيديني الشكل ده اللي الى حد ما قريب قوي من اللي احنا عايزين نعمله. نيجي بعد كده نشوف الخامة اللي احنا هنحطها على الجبل ده. لو رحت على الترين دبل كليك واروح لميكسد ماتيريال، طبعا الماتيريال دي اللي احنا كنا عاملينها المرة اللي فاتت تمام، فانا عايز اشيل كل الكلام ده واسيب الديفولت واقول له ميكسد ماتيريال على الديفولت. اجي للماتيريال الاولانية ودبل كليك واحط مثلا وليكن روك اند بلانتس تمام، واجي على الماتيريال التانية و ممكن اقول له فيجيتيشن بحيث ان انا ابقى ادي فيها شوية خضار تمام بالشكل ده كده. طبعا الاتنين دول لو انا جيت على الديفولت هلاقي عندي الانفلونس وهلاقي عندي طريقة الدمج. هاخد مثلا حاجة زي الفول بلند كيوبك واعلي البلند شوية، اروح للانفلونس انفيرومنت واعمل ديستريبيوشن للماتيريال على الانفيرومنت بالشكل ده. ممكن لو قلت له سترونج تمام، وممكن ان انا اقول له الاورينتيشن بحيث ان انا الفها شويه تمام. ممكن اغير دي كده، لا انا عايزها كده بحيث ان انا اجيبها ناحيتي. ممكن اقول له سترونج بحيث او بحيث ان انا اشدها كده. ممكن طب نجرب كفر بلند ماشي. طيب عايزين نتحكم بشكل احسن، نروح رايت كليك ايه ده الاول السكيل عايزين نخليه بواحد على كله علشان ناخد ديتيلز كويسه. رايت كليك اديت فانكشن، تعالوا نتكلم في التوزيع. نروح للفراكتال سمبل فراكتال واقول له هات لي الالتيتيودز او الارتفاعات، ونشوف بقى الفراكتال. نختار على فكره من الفراكتال اللي انت عايزه، طبعا في فراكتالز كتير قوي. خلاص انا عايز فراكتال متباين شويه، ممكن اقول له فين ترين فراكتال. خلاص اجي بعد كده لللارج فيتشرز اقللها بحيث ما يبقاش فيه حتت كتيره بيضه، والرفنس اعليه شويه، والجين اعليها شويه عشان يخلق لي تباين بعض الشيء. طبعا لو انا جيت غيرت هنا قلت له كفر ابديتابل على طول، قلت له سمبل بلند يعني على حسب الديتيلز اللي انت عايزها. هقول له كفر مثلا فول بلند كيوبك اي واحده فيهم. طيب عايز اضمن توزيع احسن من كده، طيب تعالوا نجرب الجريني. التوزيعه دي حلوه قوي. لو احنا قللنا اللارجست فيتشرز هلاقي توزيعه شبه طبيعيه، الرفنس تمام، الجين ممكن اعليه عشان اعمل كونتراست، وممكن السمول فيتشرز اكبرها شويه، اللارجست فيتشرز اكبرها حبه. بعد كده لو انا عايز اعمل توزيع احسن هروح لكده واقوم حاطط نويز. طب انا عايز ادمج النويز والفراكتال في الديستريبيوشن، قلنا عشان تدمج قناتين بتحط كومباينر، بضغط في اي مكان فاضي واضغط احط بلندر. هو كان اسمه في 9 او 8 ونص كان اسمه كومباينر، لكن عامه مش مشكله. هاخد ده كده اسف ادلته كليك يمين، كانش عايز يتدلت مش عارف ليه تمام بالشكل ده كده. واجي على الديستريبيوشن دي واضغط ديليت ادلت اللاين ده، واجي هنا اخد الديستريبيوشن للبلندر واخد نود للنويز واخد نود للفراكتال اوتيتيودز، واجي على النويز بقى عشان اتحكم في الاماكن واقول له مثلا السكيل بتاع النويز يبقى كبير كده، بدي سموزنس شويه. ممكن اختار من هنا مثلا جريدينت وبعد كده اعمل اوكي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا كل الجبل ده هيتغطى بنباتات، لكن عايز اضمن حاجه كويسه اتليست احط فاينل واخليه ريندر تو سكرين واخليها مثلا 800 في 450 بحيث نشوفها بشكل احسن. وتعالوا نعمل ريندر ونبص عليه. تمام طلعة كويسة مفيش أي مشاكل. تعديلة بسيطة، لو رحت للإنفلونس وزودتها كده
وقللت دي كده ووديت ماتيريال 1 بحيث اخد الخامة بتاعت الصخر، وقللت الدمج بحيث ابين خامة الصخر بشكل اكبر، واعمل اوكي. نيجي نعمل ريندر. تمام، زي ما احنا شايفين الخامة بتاعت الصخور بدأت تبان من وسط خامة الخضار دي. دبل كليك وتعالوا نروح على الفيجيتيشن ونحط ايكو سيستم، او ان انا ممكن اجي على الديفولت واعمل نيو لاير واخد النيو لاير دي اي حاجة، وليكن مثلا لاندسكيبس، اخد الفيجيتيشن دي واعمل اوكي. وعن نيو لاير دي خلاص هقوم جاي حاطط ايكو سيستم اد واقول له بلانت. استنى شويه على ما يعمل لودنج. ناخد بلانت بقى زي اللي هو عامله ده. اعتقد ان هو عامل حاجه زي عامل حاجه زي دي الكراولنج ده، واعمل اوكي. استنى شويه عم يعمل له كاشنج. مجرد ما بيعمل له كاشنج في الميموري زي ما اتفقنا، بقوم جاي عامل بوبوليت. طبعا اعلي الدنسيتي شويه واضغط بوبوليت. تمام، الاقيها بالمنظر ده. طبعا هنعمل اد بلانت. عايز حاجات، عايز حاجه تانيه وليكن وليكن مثلا Graces and Planets. دي كويسة دي. حاجة زي دي مثلا، اعتقد دي اللي موجودة. هنعمل Populate مرة تانية. Ecosystem Population ماشي. بيقول لي انه هيحط اكتر من 500,000 instance. بقول له ماشي مفيش مشاكل. الدنسيتي اعليها شويه واعمل بوبوليت تاني. تمام، نستنى شويه كده لان هو حط كتير جدا، واقول له اوكي. لو جينا نعمل ريندر طبعا ده المنظر او الشكل بتاعها. احنا بس ممكن تعمل بوست بروسيسنج لو انت عايز. ممكن كلر كوركشن، ممكن تقول له هيو برادنسيتي لو انا عليت شويه كده فبقلل او ازود درجه اللون. يعني زي ما تحب شويه لعب صغيرين كده. ده بالنسبه للفيز الاولاني او الحاجه الاولانيه. لو جينا بعد كده نشوف موضوع الصخره اللي معمول ده، ممكن ترين عادي برضو، وممكن ان احنا نحط سفير. تمام، ونعمل عليها شوية اديتنج. الاول تعالوا نحط الشجرة اللي محطوطة دي، وحتى احطها بانجل تاني مختلف. هاجي هنا واضغط على بلانت واحط بلانت. طبعا احنا مش هنشوفه ده، هو يعني قد النمنمة. فهنضغط دبل كليك كده ونروح هنا او في الليفت على الاقل ونرفعه فوق كده الاول. دبل كليك ونضغط ونكبر حجم النبات نفسه بالمنظر ده كده. طبعا هو دبل كليك عشان اخش اديت اوبجكت. طبعا هو اداني اللي انا لسه منزله، على فكره هو اداني اللي انا لسه منزله حالا، لكن انا هعمل رايت كليك واختار تري. اعتقد ممكن الشجرة دي تنفع لانها تناسب النبات ده. طبعا احنا مش شايفينها، يبقى دبل كليك وناخدها فوق. تمام، بالمنظر ده كده. نعمل سكيل، نعمل
سكيل للشجرة نفسها، نضغط وننزلها لتحت بالمنظر ده. لو خدناها في الجنب تمام، وخدناها بميل بميل شوية تمام، ودبل كليك ونخش جوه الايديت اوبجكت. ممكن نعمل اللينجز او السكيل، نطول الشجرة نفسها شوية. فول اوف لو انا عايز اضغط الاغصان، ممكن الديامتر اكبره حبة، الجذع نفسه. الدروب لو انا عايز انزل الورق لتحت شوية كده هيخبط في الارض. طب نجرب نعمل اوكي كده نبص ظروفه ايه. والله انا متهيألي مناسب. نخش نعمل دبل كليك تاني، ممكن اقول له كيرل. لو كيرل يبقى انا هزود التفاف الورق حوالين نفسه. الانجل بتاع اللينجز بتاع الورق والويدث بتاع الورق، راندومس فليكسيبيليتي عشان الويند تمام، وهعمل اوكي. اعتقد هنعمل ريندر تاني لكن، او هنعمل تجربة تانية لكن نجرب. انا ما اعتقدش في تجارب تانية، هي كده تمام قوي. هنلاقيها بالشكل ده. طيب نقفل ونروح بعد كده على الصخرة دي. ممكن هنجرب كذا حاجة. احنا ممكن نحط سفير، نكبر سفير شوية تمام. ناخد السفير هنا كده ماشي، وهنجيبها قدام دبل كليك، وعايز احط السفير دي قدام الكاميرا كده، وعايز انزلها تمام بالشكل ده كده. ممكن تكون دي البداية. طيب لو ضغطت على سفير ورحت للبارامترز بتاعت الاوبجكت نفسه، لو ضغطت حتى عليه دبل كليك، او رحت هنا للبوزيشن للاورينتيشن، مفيش. السايز زي ما هي، تويست مش عايز، بيفوت بوزيشن عشان احرك الاكسس مش عايز. طيب اذا حلها بقى ان احنا نعمل ديستورشن للسفير بحيث نخليها قريب شويه من الشكل البيضاوي بالمنظر ده، ودبل كليك عشان نروح للخامات، وهقول له ميكسد ماتيريال. اعتقد ممكن الماتيريال الاول، ممكن الماتيريال الاولى تبقى هناخد ديسبليسمنت ماتيريال. طب ناخد ماتيريال اللي هي البيزك روك دي ونشوف ظروفها هتبقى ايه. نشوف البيزك روك ونروح ل البامب. هنا الديسبليسمنت برودكشن، لو انا جيت هروح للكالر اند الفا، ومثلا انا اعتقد متهيألي اللون مناسب، الا لو كان عملنا له ايديت كالر ماب وجينا هنا وخلينا ده يروح للاصفر شويه تمام المنظر ده. ممكن ان احنا نروح للبامبنس ونعلي الديبس شويه، ممكن نخليه مثلا 30
تمام. ممكن نروح ل الكواليتي بوست ونعليها حبة. color and alpha ما فيش فيها مشاكل. لو روحنا الافكتس ما فيش فيها برضو مشكلة. طيب هنروح للديفولت دي اول واحد. التانية هنجيلها دلوقتي، بس الاول هعمل ديستريبيوشن للماتيريال خلاص على حسب الجسم، واروح اخد الماتيريال التانية تمام اللي هي دي دبل كليك، وهاخد بقى ديسبليسمنت ماتيريال. هاخد ديسبليس مثلا زي ممكن دي تمام بالمنظر ده كده، وارجع للي فوق او للديفولت نفسها وهعلم على دي كده، بحيث او هشيل العلامة بحيث مش عايز حاجة تبقى على حساب حاجة. هقلل شوية عشان ابقى ازود او ابين الديسبليسمنت. الخامة الاولانية بتاعت البيزك روك دي عايز اغيرها بصراحة، هختار روك 5 تمام بالشكل ده كده. كل بس اللي انا هعمله ان انا هاجي في الروك 5 دي وهختار رايت كليك اديت فانكشن، وكل اللي انا عايز اعمله ان انا عايز اغير الكالر. الكالر جاي من الكالر نود اللي هي كالر 1 وكالر 2. انا هخليها مثلا عايز اعمل بالبيكر، عايز اخد لون طوبي او لون الرمل ده كده واحد، والكالر التاني عايز اخده في الحتة دي كده، لأ ده كده واخد اخضر. اوكي لأ لسه برضو. اوكي لسه. نيجي لو جينا للتاني عملنا اوكي، واخد اخضر. طيب دي واحدة ودي التانية، يبقى دي ماشية مع دي، دي بتتغير دي اوتوماتيك بتتغير وراها. طيب لو احنا خدنا كده وجينا خدنا دي لتحت وجينا خدنا دي كده ممكن، ولو اني طيب دبل كليك وناخد ماتيريال تانية. طيب ناخد الاولد دي، هنعمل حاجة حلوة قوي. احنا ناخد الاولد ليموستون، او بلاش الاولد ليموستون، خلونا في البيزك روك تمام، ودبل كليك على الكالر برودكشن وهوزعها بديسبليسمنت تاني. هاجي كده اختار مثلا لافا فلو واعمل اوكي، بالظبط كده اتوزعت بديسبليسمنت تاني خالص كده تمام. فاضل بس ان انا اعتقد هاخد السفير دي اكبرها شوية ناحية اليمين تمام، و ممكن اعمل لها روتيت بسيط تمام بالشكل ده. ممكن اقللها شوية بالشكل ده تمام. دبل كليك او دبل كليك على الماتيريال ونروح ل ماتيريال 2. ماتيريال 2 ممكن ان احنا نحطها حاجة اغمق من كده سنة، ناخد مثلا روك تمام، ونروح للانفلونس واقول له ديستريبيوشن بحيث اخد خامتين، و اروح مثلا للبيزك روك او للروك الاثنين ما فيهمش الفا. طيب ماشي مفيش مشكله، هنروح لدي ونزود الاورينتيشن بتاع الانفلونس
تمام. وفي الماتيريالز ميكس هقول له فول بليند، وهروح ل دي واقول له ابير نير ازيموس، يعني تظهر ناحيه الافق هنا كده بالظبط، وكده يبقى تمام. ممكن اقلل دي شويه او ازود دي شويه، فابين اللي تحت على حساب اللي فوق. تمام بالشكل ده كده. ممكن لو ضغطت دبل كليك هنا ورحت للبامب وخليت البامب ده وليكن 30 مثلا، بحيث خدت الشكل الصخري قوي ده، بدبل كليك على دي كمان ونروح للبامب ونخلي البامب 3. لا كده باظت قوي، هخلي البامب بنص ماشي. ولو روحنا للكلر اند الفا، طبعا الكلر واخد فانكشن، والاوفرال كلر ممكن اقول له تيجي ناحيه الاصفرار شويه، خلينا في الغامق. واعمل اوكي ونجرب نعمل وممكن اقول له فول بلند كيوبك كمان عشان اللون يظهر. وفي الروك في ريفليكشن ترانسبيرنسي مفيش الكلام ده كله، اعمل اوكي واعمل رندر. هنوقف الريندر لان الخامة عايزة شوية ظبط. تمام دبل كليك، لو هاخد من هنا خامة وليكن مثلا احنا خدنا الاولانية دي، وليكن مثلا ناخد خامة الاولد ليمون. تمام وفي الخامة دي في البامب خلي البامب مثلا اخليه 15. تمام واعمل اوكي. تمام نيجي بعد كده بقى لو احنا حبينا نحط الاتموسفير او الجو، هروح لاتموسفير واقول له لود اتموسفير، وليكن هو الجو ده لحد ما مشمس بعض الشيء، فممكن اقول له مثلا بس دي هيعتمد على الجي اي، ممكن صني سي سايد. طب نجرب لو عملنا اوكي وهناخد السفير دي ودبل كليك على الماتيريال ودبل كليك هنا كلر اند الفا، واخد الاوفرال كلر لون غامق شوية او هنفتحه سنة. نفس اللون ده 210 قول 150. طيب نخلي دي 150 ونخلي دي 80، يبقى 210 150 80 للخامة التانية. 210 150 80 اوكي، بحيث تبقى نفس اللون، لكن اعتقد عايزه تبقى فاتحه شويه عشان اللون بتاعها اساسا فاتح. تمام وهعمل اوكي. طبعا الديستريبيوشن لو عملت ايديت فانكشن ورحت حطيت بس مجرد ان انا هحط فراكتال نود، مش هحط اكتر من كده في الالتيتيود، واوزع بس دي على دي. لو انا قللت فيتشرز زودت الرفنس زودت الجين وعملت اوكي، انا عملت توزيع من دي على دي.
تمام، بس عايز اظهر التانية شوية. خلاص نخليه كفر ونروح للانفلونس ونعمل لها روتيت شوية بس، حاجة زي كده. طبعا الجو مفيش فيه اي مشاكل، بس انا عايز الشمس ناحيتي عشان يبقى الظل الناحية التانية. يبقى انا هاجي على اللايت، اروح للتوب بس الاول. ادي همسك اللايت ده وهجيبه هنا كده، وانزله بس تحت شوية. طبعا على حسب الشكل او الجو اللي انت عايزه او اللي انت محتاجه. تمام، هروح لاتموسفير واقول له اتموسفير اديتور. هروح للسن او اروح لللايت الاول، وممكن اقول له جلوبال illumination. الشادو سموثنس ممكن اخليه مثلا 50%. ممكن ان انا طبعا انا هياخد بقى وقت شوية في الريندر، لكن هيبدأ يظهر لي الشادوز. الكلاودز انا متهيألي مش محتاج فيها اي ظبط او اي لعب. الهيز والفوج مش محتاجهم قوي، لكن هقلل الدنسيتي بتاعهم شوية، هقلل الاتنين لان انا محتاج الجو الى حد ما مشمس، فمش محتاج فيه. الويند هشيلها خلاص لان انا مش محتاج حسابات ملهاش لازمة. برضو بالمنظر ده بصوا بقت مشرقة شوية. تمام، الشمس ممكن ازود الازيموس بتاعها او ازود ان ضوء الشمس يبقى الغالب على اضاءة بتاعت السماء او لون السماء، وده فعلا اللي حصل. ممكن ان انا السايز اوف سن اللي هو حجم الهالة بتاعت الشمس او حجم الاضاءة بتاعت الشمس اعليها شوية. تمام، والكورونا اللي هي الهالة اللي حوالين مصدر الاضاءة نفسه اقلله شوية. نيجي لللايت، طبعا ده الامبيونت لايت وده اللايت كولر. لو رحنا علينا لايت انتنسيتي هيديني برايتنس اعلى. نجرب كده ونشوف. تمام، نقلل، ممكن نعلي الكواليتي شويه. لو احنا جينا عملنا اوكي وجينا نعمل ريندر ونشوف شكلها يطلع عامل ازاي. ده كده الريندر النهائي. ولو احنا عايزين نعمل بوست بروسيسنج برضه مفيش مشكله، ممكن نعمل فول انتراكتيف ديسبلاي بحيث الاعدادات اللي هيعملها هنا هتبان هنا. نقول له كلر كوركشن مثلا. ولو احنا عايزين نزود الدنسيتي بتاعت الضوء، عايزين نزود الساتوريشن شويه، عايزين مثلا البرايتنس تقل حبه، الهيو سنه. طبعا على فكره الصوره اللي انتوا شفتوها كان معموله كلر كوركشن مثلا جوه فوتوشوب او غيره. بكده نكون وصلنا لنهايه ورشتنا النهارده او البيزك وركشوب، وان شاء الله نكمل مع بعض في ورش اقوى واحسن باذن الله. كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من GFX Academy.net، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.